صحيح أن كوكبنا يدعى الأرض إلا أن سطحه مكون بمعظمه من المياه، فهي تتدفق في داخلنا وهي القوة الدافعة التي توحد الطبيعة بأكملها. المياه هي الغذاء، الازدهار، الطاقة والحياة، لكن الكثيرون اليوم محرومون منها، فيما الآخرون يعتبرونها من المسلمات. اعتنوا بالمياه لرعاية مستقبل مستدام. المياه هي الحياة، المياه هي الغذاء.